صباح الخير لكل مشاهدي ام تي في، اهلا وسهلا فيكم وين ما كنتوا عم بتتابعونا. إميل نون، الشاعر إميل نون هو ضيفنا اليوم بفقرة كتاب، وعنوان كتابه ضيعتي جارة القديسين. له مجموعة من الكتب، منبر الأخويات، لكل عيد قصيد، ورسائل إلى السماء رثاء، ورسائل إلى السماء أيضا إنما الأفراح، وأيضا منوعات ومناسبات. وكتابنا اليوم مثل ما قلت بيحمل عنوان ضيعتي جارة القديسين. صباح الخير. صباح النور. نيالك إنه ضيعتك جارة القديسين. بشكر الله بصرنا تشرفينا كمان تستوحي منها أشعار. أكيد أكيد. عم نحكي عن ضيعتك اللي هي مشمش. مشمش نعم. مشمش بعيد. مشمش قديه بتعني لك هالضيعة يلي ربيت فيها وشفت فيها الجماليات وقدرت تطلع منك شعر؟ هاي الضيعة حبيتها كتير من وقت ما شفت فيها النور. موقعها الجغرافي حلو كتير، عجبال بلاد جبيل، محاطة بجيرة قداسي مهمة وبتاريخ أهم وطني وقداسي وعنفوان، مثل تاريخ كل اللبنانية بهاك الماضي العريق وصولا لليوم. نعم. انشهرت وكترت شهرتها بوجود المرشربي الجارنا وخي أصفان جارنا على الميل الثاني، والمجاور بعدين الضيعة المحاطة في مال فيها القديسين، بالإضافة إلى بطرك حجولة الشهيد. وهالضيعة فيها 20 كنيسة وفيها أرز وسنديان، وأنا بيتي بين هالأرز والسنديان وبسمع أجراسها بدق كل يوم بهالمحيط الحلو. وخلقت ببيئة وبيت هيك في صلاة وإيمان وصلاة وأصوات حلوة، ونشكر ربنا صرت أكتب. بعدين مع الوقت درجت طلعت على الحياة، تعاطيت بإذاعة لبنان وبالصحافة وبالجرايد كتير وبتلفزيون لبنان، وعملت برنامج أرضنا الطيبة. هذا كله من واحد تعلق بالأرض وبالوطن. نعم. ملاحظ هالشيء من خلال يعني عامل كتاب كبير عن نعم. عن ضيعتك. ضيعتي بتحرز اني اكتب عنها، وقد ما اكتب قليل. هالضيعه تعلقت فيها وباهلها وبشعبها وبتعني لي كل شيء، وفيها عن جديد كفر سما زادتنا كمان محبه لها. بكفر سما فيها ضيعه جديده لل بتعرفوها كفر سما المونسينيور منصور ابو لبكي. نعم. أنا هالكتاب الجديد حبيت أقدمه للبابوات اثنين. نعم. يوحنا بولس الثاني وبنديكتوس السادس عشر. هالبابوات اللي اجوا على لبنان وقدسوا لنا أرضنا. نحن كنا بفترة بعد هالحرب الطويلة المريرة، لو ما يجي البابا يوحنا بولس الثاني يعملنا الإرشاد الرسولي كنا بزمن كتير صعب ومتعب. بمشيته على لبنان جدد فينا روح الإيمان والرجاء والمحبة مع كل الجوار. نعم. وأنا استوحيت وكتب كتير عنه هالبابا القديس. نعم. وبالتالي هن بتصور كمان عملوا لك كتاب رد شكر. نعم. نعم. بالمقابل بالتاب الماضي الله يعثقنا شفاعته يوحنا بولس الثاني. نعم. وبجديد دغري البابا بارك سادس عشر دغري جاوبني وشكرني وعطاني البركة. نعم. هيدي نعمة ربنا. نعم. أنا لما شفت هالمشاهد المهمة بأيام يوحنا بولس الثاني ومبارك السادس عشر بلبنان، طلعت هالكتاب بسرعة ترجمتهم شعرك شعر على كل هالمناسبات الحلوة. الآخر مرحلة حتى يوم اللي سافر لحقتهم بقصيدة كيف كان بالبازيليك. نعم. مار بطرس وبولس بحريصة عم بيوقع الإرشاد الرسولي بحضور فخامة رئيس الجمهورية اللي بوجه له تحية. نعم. العماد ميشيل سليمان. نعم. أنا بدي قبل ما احكيها وكله نعم. بدي اشكر الام تي في اهلا وسهلا وحضرتك، انت شاعره واديبه. شكرا. وبتعرفي قيمه الكلمه وكل الاساتذه اللي معك والسيدات والصبايا فريق العمل المهم. وتحيتي للام تي في من يوم اللي مرقت بمراحل صعبه ورجعت جددت شبابها ونشاطها. نعم. وصارت على كل الساحات بالوطن والمهجر هيك مثل صبيه حلوه. هلا ايه نشكر الله. بيسعدني اني وجه لكم كلمه اللي كل المحطه وكل العاملين فيها. شكرا. انا من قبل سنتين كنت ضيفك هون. اكيد. من قبل سنتين يا نادين كنت ضيفك في رسائل للسمع وضيعتي جاره القديسين. اليوم
في ديوان سادس راسمة وشاشة الام تي في ممنونين عبيادر خيرها ومواسمة وبرامجها ياما لها محبين وفن وثقافي عالي بتعممها. وانتي عهالشاشة من الحلوين لطلاتها وبسماتها منستهضمها وأشعارك المتنوعة التلوين من وحيها أشعارنا نستلهمها. شكرا. والشاعر اللي عم يكتب من سنين للأحبة هالكتب بيقدمها لصورة وطننا حامل عناوين. ونخبي من بلادي القلوب تكرمها ومن هالمحطة كتار من طلقين برامجها المتعددة اللي بتنسمى شكر وتحية لكل مسؤولين وأصحاب المحطة وموظفين على أجمل الحلقات هل بتصممها. شكرا لك اكيد باسمي وباسم كل العاملين هون بالام تي في على هالشعر. إميل نون قال عنك روبير خوري انه نادرا ما بنلاقيك بالبيت، دائما عم بتلاحق قضيه شعريه ما، اي قضيه هيك تؤرق اليوم الشاعر إميل نون؟ تحيتي وشكري للاستاذ روبير خوري الشاعر وصوت الشاعر، هاللي هو كثير له فضل على الشعر والشعرة ومرافقينه نحن وياسمين. نعم. وانا بكتب بكل المناسبات وكل المواضيع وكل الأوزان والألوان. نعم. بحكم عملي بعصبة الشعر اللبناني اللي بوجه تحية لكل شعراء وبعدين نقابة الشعراء اللبنان كمان بقدم لهم محبتي، وبحكم عملي بإذاعة لبنان وتلفزيون. نعم. لبنان كنت أقدم هالبرامج الأدبية الشعرية. نعم. من مرورا بأرضنا الطيبة وركن. نعم. المزارع إلى شوية شعر. أنا بتحن للعمل التلفزيوني والإذاعي؟ بحبهم كثير، عشت من مطلع حياتي رفقتهم مع الجرايد والمجلات. كان لي الشرف، الجرايد بتكتب عني بعد اليوم الأنوار والديار مؤخرا مش عم بخلوني غيب عن الساحة. أنا بسكر حضرتك دائما حاضر، بشكر ربنا. الروح القدس عطاني ما هو بي وقال لي روح اشتغل فيها. نعم. إن كنت ناجح الناس تعرف نجاحك، وإن كنت فاشل يكون فشلك إلك. نعم. الحمد لله هودي بالست كتب فيهم محبتي من قلبي لضيعتي. نعم. والبلادي والأهلي وكل المواضيع اللي بحكي فيها بحكيها من قلبي. نعم. إن كان رسا أو فرح أو وطنيات أو للجيش. نعم. تحية الأولى للجيش. هلأ رح نحكي عن هالموضوع، لكن عادة شعر المناسبات بيجي لأنه في مناسبة معينة الواحد بيكتب شعر، ما بعرف إذا بيكون بنفس الطريقة بنفس الصدق بيجي مثل لما الواحد بيكتب شعر عن إحساس. ايه اكيد هو الشعر احساس كله. كيف ما اجى، بس اذا ما كنت عم تحكي ولو كان موضوع اجتماعي. اذا ما بتحبيه وما بيعني لك ما بتحكي فيه. عشان هيك انا بحط كل روحي وقلبي بالقصيده اللي بدي اكتبها. يعني هون السؤال بينطرح، هل الشعر هو صناعه ساعات اللي بدنا فينا نكتب شعر، او لا هو احساس بينبع من داخلنا حسب شعورنا تجاه حاله معينه؟ احساس بينبع من شعورنا ومننا ويولدون شعراء. هيدا مثل مهم كثير كان يرد لنا اياه الكاردينال البطريرك صفير، بس نلتقى فيه وبيحب الشعر. كمان سيدنا الراعي الكاردينال بيحب الشعر اكثر، ودائما نلتقى فيهم باشعارنا. بيقولوا لي يولدون شعراء ويصبحون خطباء. ان الشعر ما تعلمناه، الشعر خلق بدمنا وبعروقنا بنطلق فيه، بس ربنا يعطينا النعمه. انا دغري قلت لك بستلهم الروح القدس. هو يعني الي ماوني علي وهالقديسين اللي حوالي كل هالجيري من رفقة الشرب الحرديني، بقول لهم بدي اكتب اذا حي الله موضوع، بحس حالي الا طلعت الاصيله. نعم. واجت والحمد لله، الحمد لله اني مش انا بدي احكي عن حالي بس. على كل حال اعمالك بتحكي عنك، ان كان اعمال شعر او حتى الاعمال الاذاعيه والتلفزيونيه، حتى حضرتك كمان حصلت على وسام من رئيس الجمهوريه. نعم. ايميل. نعم. الرئيس ايميل لحود انا بوجه له شكر والتحيه. نعم. ده استدعاني وقال لي انت بتستاهل عم تكتب عن الوطن والجيش والدين ومراحل طويله بشوفك على الساحات دائما موجود. نعم. بشكره لو من غير استحقاق هذا الوسام بيكون إلي والعائلتي والضيعتي.
فخر. نعم إميل نون، حضرتك يعني هيك معروف اجتماعيا وعلى الساحة الشعرية، لكن برأيك يعني بعد هالعمر الطويل من الكتابة الشعرية، هل بتعتقد انه اخذت حقك؟ انا ست نادين او شاعرتنا الكريمة مش طالب اخذ حق من شيء، عندي رسالة بدي اعملها، ونحن مثل ما بيقول الكتاب المقدس نحن عبيد بطلين. قد ما اعطي انا شو عم بعطي؟ انا بعدي لو هلا صرت على اخر مراحل العمر بعدني بعد حالي اللي بدي بلش من جديد وتابع، والاخر لحظه واعد الالم والدوية اني ما راح اسكت عن الشعر طالما الله عطيني هالامكانيه. نعم ما منتظر من حدا شيء، بتمنى اني هلا بيجيني مناسبات كثير بحبها وبحب احكي فيها، مثلا جمعيه امراض الدم الاطفال كيدز فيرست، اولادي سواء حكيم ومحامي هن بيهتموا فيها مع المستشفيات اللي بيتعاطوا معها، ومع بوجه للتحيه الست الوزيره ليلى الصلح حمادي. هو بيوحوا لي يكون عم بحكي مع الاطفال اللي بشوف الاطفال بالمستشفيات عم بيتعالجوا، بصير دمعتي تنزل مع كلماتي، ولمن عم بيعملوا لنا حفلات بالمستشفيات او بالكازينو او عنا بنشمش تجيني القصيده هيك دغري دغري بتتاثر بتطلع من احساسك ومن قلبك. نعم شو بدك تقري لنا هلا؟ هلا اذا بدي احكي عن زياره البابا لبنان لانه مقدم له. نعم تفضل. قداسه البابا على لبنان جاي يشد العزم والايمان، يوصل رساله لكافه الاديان والولاد، ويقول لا تخافوا وفرد صف توحدوا وقافوا، وحول المحبه يجمع خرافه، ويحبب الإنسان بالإنسان، وأهل السياسي وكافة الألوان، وحامل صليب الخير عكتافه ومنطلق عكافة الأكوان. البابا على لبنان في أيلول جاي يحاكي قلوبنا وعقول، والشعب لبنان كله يقول انتوا على أرض الرسالة شعب بالقيم بتآمنوا بالرب، وهمزة وصل بين الشرق والغرب، لبنان عتنوع ظهور حقول، ولونه الحلو مزهر بكل فصول. نعم. وسعوا الطرقات على المطار، زيارة البابا لهالوطن إقرار بقيمة الأديان والأقداس، ونشر المحبة بين كل الناس، وعم ينادي ويقرع الأجراس عيشوا الحوار، عيشوا الحوار بمنطق الأحرار، البابا اللي قبله بلش المشوار، واليوم عم يتجدد التذكار، أرض الرسالة محطة الأحبار، وبالسينودوس أجمل الأخبار، بدرب الأخوة بينزع المتراس، حدود المحبة ما لها مقياس. هيدي قصيدة من قصايد البابا. شكراً لك. لكن هلأ رح نروح وقفة مع أبرز عناوين الأخبار وبنرجع لحديثنا نحن وياك. مرسي. الشاعر إميل نون هو ضيفنا اليوم بفقرة كتاب، وعنوان كتابنا ضيعتي جارة القديسين. أهلا وسهلا فيك من جديد. بتشكرك أنا وبتشكر التلفزيون من جديد. أهلا وسهلا. وفرصة سعيدة أني هيك أحكي عن ضيعتي والجيران. بيشرفنا وجودك معنا. ولعمرك. هل الكلمة هي سر الإنسان أم أنه الإنسان هو سر بحد ذاته مثل ما بيقول القديس يوحنا؟ لا الكلمة هي سر، وتطلع منه بيكون هو اللي بتعطيه شو بينبع، الإناء ينضح بما فيه. نعم إيه نعم. وحضرتك يعني هالإناء اللي بيفيض بالجمال وبالحب وبالشعر اللي كتير حلو، بدنا نسمع عن ضيعتك هلأ. ضيعتي نعم. خلي لك ضيعتك كمان. كل ضياع لبنان أنا بحب بقول يا مار شرب الأقرب الجيران، المشمش أنت والأخ صدفان، هنيال ضيعتنا بجيرانا اللي مرافقينا بسيرة الإيمان، وخير السماء بيفيد مجانا علينا من جربتا ومن كفيفان، وساحة الأفراح ميدانا وخيرها علينا عكل لسان. نعم. ضيعتي جارة القديسين من دير عناية لتنورين. نعم. السيدة إيليج بما يفوق، ومن جربتا اللي حفد الحردين،
ومن مشمش الوديان النوبين. هونيك بدنا نقدم تحية لبطرك الدويهي اللي هلأ طريق القداس. نعم. من بلاد البترون نقدم تحية لبطرك الحويك اللي بده هلأ طريق القداس. نعم. والبطرك الدويهي والحويك أو بطرك عين من هالمناطق من عنا، أنا كاتب عنهم بس ما في مجال نكفي. يعني شو حلو لبنان قد هيك عن جد، يعني بينزرع في الديسين وبينبت هيك الحمد لله. الديسين كتير هيك مثل الورود، سما لبنان سما قداسة، وأرض لبنان هي أرض قداسة. ومريم العذراء حاضنة الكل، بلو ضيعتي بجيرانها نيالها من سهولها لوديانها لجبالها، إن شاء الله المحبة تعم كل عيالها وتفرح بيادر خيرها بغلالها، وللسما منكفر سما موالها. فرسما هي المحطة جديدة بضيعتنا قلت لك. نعم. هلأ في حي بضيعتنا اسمه خعبية، الإنسان بيمتني من بيته من طيعته. خعبية معناها الغابة الكثيفة. ايه. الغابة الكثيفة أو الغابة الغضة. ضيع سيد ضيعة مش اسمها مشمس، مشرف كتير مشمس كتير أو مشارف. هالضيعة فيها الحي اللي نحن فيه، في مدرسة البيت نون عملها مونسينيور يوسف نون وقفة من فوق 150 سنة. هي من هالمدرسة انطلق كل محبتي انطلقت من هالضيعة ومن رجالها اللي طلعوا بكل هالجيرة ما كانش في قبلها هالمدرسة. نعم. طلع عندنا رجال كبار مهمين. نعم. هالمدرسة خرجت أجيال للإيمان. خعبية اسمها، بقول بيوت بين السن ديانات الاعتاء عاشوا تاريخ ضياعنا الحلوين بالتعاون والتضامن والوفاء عنهج مشمش برفع جبين، وبالثقافة والعمل والعلم عملوا سباق والمدرسة فيها من عقود سنين، ومر يوسف يبارك العيلة والرفاق والمحبة أقدس عناوين. وعجوانح صورة من العيل انطلاق، انطلقوا صاروا شي بالبهجر. صاروا حكمة، صاروا من هون. من جملتهم عمي طبيب كان بأمريكا تخرج من المدرسة ورجع. وعجوان حنصورة من العيل انطلاق وبيضل العيل وللضيعة الحنين، وعقد ما عن مشمشي طول الفراق الحضن الأمومي بيرجع وأوفى البنين. حلو كتير. يعني أنت بتنتمي لمدرسة الشعر الزجلي. نعم. وطبعا كان عندك رفاق وما زالوا بيكتبوا شعر زجلي، كيف علاقتك فيهم ومين بتحس هيك عن جد منافس أو حدا بتحب له كتير شعره؟ أنا بحب كل شاعر، هو شاعر ما فينا نفصلهم ونقدم واحد على التاني. نعم. إلا هو شعره بيقدمه. أنا كلهم أصحابي ورفاقي، أنا أمين سرها النقابة والعصبة من 30 سنة ومن 40-50 سنة مرفقهم، من اللي ماتوا الله يرحمهم للبعضهم طيبين الله يطول بعمرهم. نعم. كلهم نتأثر فيهم وبشعرهم. ومنشان إذا بدي بلش بالسلسلة ما فيني كفي. كتير عندهم بقلبي محبة، وإذا ريت هلأ بتلاقي اللي كاتبين عني قديش هني بيعرفوا أنه قديش بحب كل الشعراء والشعر، ولا مرة جربت ميز واحد عن تاني إذا كنا عم بحكي بمواضيع بس عامل. قلبه الواحد هيك بهفلة شعر حدا معين. أكيد أكيد، أنا ما عندي شك أنه في ناس كتير مهمين ولازم نضل نحكي عنهم ونجيب سيرتهم. هلأ أنا أخدي جينا على ذكر روبير خوري. نعم. هذا كتير أنا بحب شعره وبحب أعماله. نعم. رفيق روحانا اليوم حيي اليوم عنا كان ضيفنا الأسبوع. نعم. الماضي واليوم كمان بندعي كل المشاهدين. نعم. يروح أكيد على توقيع كتابه اللي رح يكون هدية واليوم حسواني. نعم. ورفقتنا بدي ارجع للعتاء الله يرحم اسعد سابا واسعد السبع عليه، يعني كتير كتير اذا بدنا نعدل اكيد ما منعود نخلص. استاذ ايميل نون اهلا وسهلا فيك، شرفتنا بستوديوهات الام تي في. مشاهدينا كتاب اليوم كان بيحمل عنوان ضيعتي جارة القديسين، ان شاء الله تكونوا استمتعتوا بحلقتنا اليوم. انا بودعك وبدع كل المشاهدين وبعطيكم موعد بالملتقى الجمعه المقبل. باي باي. شكرا لكم جميعا. رفقنا من 8:30 صباحا مشاهدينا، بتشكر كل اللي تابعونا، بتمنى لهم بقية نهار حلو كتير. ما تنسوا فيكم تعملوا لنا فولو على تويتر @MTVLebanon، فيكم كمان تزوروا صفحتنا على الفيسبوك، وفيكم ترجعوا تشوفوا اي من مقابلاتنا وسيجمنتس ب mtv.com.lb. فيكم كمان تعملوا لنا فولو لالي على تويتر @NadiaBsad. نرجع نتلاقى بكره الصبح 8:30 بتوقيت بيروت بلايف جديد. باي باي.